الحقيقة طبعا لقاء لطفي لبيب وتصريحه الجميل اللي قاله عن القرآن الكريم وعلاقته بالقرآن الكريم. طبعا لطفي لبيب معروف ان هو فنان قبطي مسيحي، لكن هو قال بصراحة تصريح جريء وشجاع طبعا منه، ان هو قال في البدايات وكان عنده مشكلة في اللغة العربية، وكان طبعا بيتعامل مع سعد أردش كان هو اللي المخرج بتاعه في الوقت ده، وحس ان عنده مشكلة فقال له يعني اقرأ القرآن الكريم، القرآن هيساعدك في تحسين لغتك. وبالفعل بدأ قال انا قريت قرآن كريم ولغتي بالفعل اتحسنت، وانا بشكر القرآن الكريم ان هو ساعدني في ده. ده طبعا تصريح كويس جدا من شخص قبطي مسيحي، وطبعا وحد نجم يعني قامة كبيرة وله باع طويل جدا في سينما الشباب او السينما النظيفة في الفترة الأخيرة في آخر 20 سنة، الفنان لطفي لبيب. فهو تصريح بصراحة كان محترم منه جدا، وانا بحييه عليه، وناس كثيرة طبعا لقى استحسان عند الجميع.